للأسف ما بقتش بالقوة بتاعت زمان. النجمة غادة عبد الرازق بتنتقد وضع الوسط الفني المصري وبتعتبر ان المؤلفين شغالين بطريقة الاستسهال وتفصيل الورق المكتوب على النجم، وده عكس اللي كان بيحصل قبل كده. كيف تحكي لنا عن الفن اليوم؟ يعني كيف بتشوف الساحة الفنية المصرية على الأقل اليوم يا غادة؟ للأسف ما بقتش بالقوة بتاعت زمان. النصوص بقت ضعيفة جداً، المؤلفين بقى يستسهلوا بيكتبوا أي حاجة أو يستنوا لما النجم يجي يفصلوا له على مقاسه، وده ما كانش بيحصل زمان. المؤلف كان بيعمل المسلسل ويخلصه أو الفيلم ويخلصه ويبعت للنجم عشان يقراه، عجبه يعمله وما عجبوش خلاص بيعتذر عنه. دلوقتي لا، دلوقتي يقولوا غادة عبد الرازق نمضيها، يلا بقى نجيب لها ورق، يلا بقى نكتب لها فكرة، يلا بقى وللأسف للأسف ده أثر طبعاً على السينما المصرية وأثر على الدراما المصرية. شاركت غادة عبد الرازق مؤخراً في بطولة الفيلم السينمائي تاني تاني بصحبة أحمد آدم وبيومي فؤاد ومحمود حافظ.